الفنان، الدكتور، الأكاديمي، أستاذ الجامعة، جانب أو جوانب كثيرة جدا في شخصية واحدة. نرجع نتكلم على بعض النقاط اللي استوقفتني. تأثرك بالدكتور عبد العزيز حجازي لدرجة إن أنت معترف إن وأنت بتدرس أنت بتقلده في حاجات، أنت ماشي على خطاه في حاجات كتير فيما يخص التدريس. بالنسبه لاستاذنا الله يرحمه الدكتور حجازي، طبعا ده كان استاذي في كليه تجاره جامعه القاهره، وكان هو المشرف على قريب المسرح. مني، كان مشرف على النشاط الفني والرياضي، وكان هو رغم انه شديد جدا في ادارته للمحاضره، الا ان شديته دي لانه كان مليئا جدا علميا، فكان بيجبر الطالب ان هو يقعد يستمع له، وما كانش عنده اي نوع من المجاملات خالص، لدرجه ان يعني انا اتاثرت بيه جدا وحبيت الماده بتاعته جدا رغم شدته. رغم شدته، لان انا بحب كده، حازم جدا وطيب جدا. في البيت هو بعيد شخصية مختلفة ولا برضه لا في خالص، الحزم ده أحيانا لا 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 بيظهر؟ خالص خالص. بأول ما بنركب احنا رايحين الجامعة عيل نركب بيقول لك طفل صغير، مش عيل عايزة أقول أنا عيل بقول له يعني أنت البيبي بتاعي، والله أنا بقول له كده أنت البيبي بتاعي فعلا. أول ما خلاص احنا رايحين الجامعة بقى، أول ما نركب العربية وبقفل كده باب العربية أبص ألاقي الوش التاني، فبص له كده أقول له احنا لسه يعني في انا ما الطريق لسه غلطتش ما لما قلت رحناش، ان عندك يقول لي اكتر من خلاص. شخصيه، لا ده حقيقه. لازم اتعلم كيف افصل. يعني انا دلوقتي انا داخل وادي، انا جاي لحضرتك هنا عشان نجري هذا الحوار، ينفع ان انا اقضي الوقت كده نكت ونعطل الشغل؟ ما ينفعش، النكت دي ليها ميعاد تاني، انما نخلص حوارنا نشتغل، نخلص خلاص فركش نبتدي نضحك. لا بس انا هنا لما بتكلم عندك اكتر من شخصيه، يعني ايه فنان وانت شاورت لي وقلت لي مع الدم هنا في فن؟ يعني ايه يمسك سلاح ويبقى ضابط يعني ازاي ده لو انت تاني جامع شفيه في التناقضات المحاضرة، دي، في المحاضرة وازاي مختلف استاذ تماما شديد الحزم جدا. انت معترف بكده، وفي نفس الوقت انت فنان قوي، انت معطاء، انت عندك كم عطاء وحنان لكل اللي حواليك في طيب جدا مع تلامذتك. الطلبة وبساعد الطلبة، بس اللي يستحق المساعدة، أيوة. بمعنى الطالب الذي يتخذ من المحاضرة مكان عشان يهزر فيه ويتكلم فيه والمسائل دي كلها، ده مش عندي، ده بره. انما انا اقف مع الطالب اللي بيشيل نفسه، اللي بيذاكر، أيوة. اللي بيراعي، المجتهد، اللي الجد، بيراعي اللي عايز. ان ابوه بيدفع مصروفات عشان هو يتعلم. أيوة. المسائل دي كلها دي مهمة جدا، طيب لكن ما ينفعش ان انا ادخل المحاضرة، ما انا كان ممكن ادخل المحاضرة واقول لهم انا عملت الدور الفلاني وعملت، ونفتح الموضوع عن المسلسل والفيلم واللي واللي واللي، الكلام ده ما يحصلش، رغم ان احنا بنتكلم فيه بس في المكتب، يقول لهم أيوة. تعالوا لي المكتب. بره بره في المكتب في الحوش، لكن هنا محاضرة يبقى انا بقول محاضرة، والا بقى انا بسرق الطالب. طب لو هنرجع للفن تاني دكتور مصطفى الشامي الفنان، ونقول ان انا ذكرت، حضرتك ذكرت كم من الشخصيات والاسماء ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عنهم، ما ينفعش برضو نتكلم عنهم كلهم، وقتنا مش هيسمح. عايزك تكلمني عن تجربتك مع يحيى الفخراني في اكتر من عمل، يتربى في عزه، سكة سكة الهلالي، الهلالي، كلمني عن تجربتك مع يحيى الفخراني. أنا عملت أكتر من عمل مع الدكتور يحيى، وكنت سعيد جدا بالعمل معاه، هو إنسان محترم قوي، إنسان مهذب، إنسان بيعرف كيف يتعامل في الاستوديو، في الكواليس يعني بتاعت الاستوديو، كنت بستشعر إنه هادي، ما فيش عصبية خالص، ما شفتوش متعصب ابدا، بياخد كل المسائل بهدوء، والمساله مش محتاجه ان احنا نتوتر، والمسائل دي كلها ان احنا الفن اصله، انا ما اعرفش اشتغل امثل وانا متوتر، الفن فيه محتاج كده جو معين عشان الواحد يطلع اللي جواه،
فهو نفس الكلام الدكتور يحيى، فكنت انا بسعد بيه قوي بكواليسه، وكنت كتير قوي ادخل اقعد معاه في الاوضه ونقعد نقول نكت ونهزر، وهو كان سعيد قوي ان انا استاذ في الجامعه وبشتغل. وانا قلت له انا سعيد قوي انك انت طبيب خريج عين شمس وممثل، ويعني كان في تفاهم بينكم وكواليسكم وكواليسه حلوه نهايه بالصوره بيطلع على الشاشه. يعني انا عملت معاه سكه الهلالي، كان هو استاذ في استاذ الجامعه في كليه الاداب وانا العميد بتاع الكليه، فكان في حته حب بيني وبينه كده باين حتى على الشاشه. ايوه يعني من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الأدوار الدور اللي انا بعمله معاه باين على الشاشه. طيب تحب نعرض لك مشهد من سكه الهلالي ولا يتربى في عزه؟ الاثنين اشتركوا فيه. والله يا ريت الاثنين. انا طماع. طب هنشوف، هنعرض ونشوف. انا طماع، لكن اللي موجود عندكم يعني ما حاضر. نشوف مع بعض. في مشكلة كده أنا بحاول أنقذك منها. خير يا سيادة العميد؟ ابنك عبد الحميد. ماله؟ هو مش برضو طالب في السنة النهائية في كلية الطب السنة دي؟ أيوه. خلاص، طب ما تخليه بقى يركز في مذاكرته ويفوق كده للبكالوريوس. مش فاهم يعني، في حاجة خاصة بعبد الحميد؟ يعني طالب مشاغب شوية. عبد الحميد ابني مشاغب؟ يعني أنا ما أقصدش كده بالظبط. أنا عارف طبعًا إن عبد الحميد من أنبغ طلبة كلية الطب، ده حتى وكيل الكلية لسه طالبني دلوقتي وفرحان بيه أوي. وكيل الكلية طلبك؟ حكاية كده كلها شغل عيال في عيال. ما تقول لي إيه الموضوع بس يا صلاح إيه؟ الموضوع يا دكتور إن ابنك مرشح نفسه كرئيس اتحاد الطلبة في كلية الطب. وقصاده ابن الدكتور حسنين استاذ الجراحه ووكيل الكليه. ما انا عارف فيها ايه دي. طب ما تخليه يلايمها بقى شويه ويسيبها لغيره، ده بقاله 3 سنين يا راجل رئيس اتحاد الطلب، خلي غيره يجرب حظه. الظاهر يا دكتور جيل اليومين دول عنيد قوي، بيقعد على الكرسي مش عايز يسيبه ابدا. هو جيل اليومين دول هو اللي كده؟ انا بقول يعني بلاش نخسر الدكتور حسنين وابننا عبد الحميد ينسحب من الانتخابات ويسيبها لابنه. انت اللي بتقول كده يا دكتور صلاح؟ المفروض ان احنا نعلم ولادنا الديمقراطيه ولا نبس فيهم القهر من هم صغيرين كده؟ ما بلاش الكلام الجامد والكبير قوي ده يا درش. لا ده عندي ارسل. ليك جملة استوقفتني جدا، جملتك وانت بتقول، ودي على فكرة يعني ممكن نعتبرها بعد إذنك رسالة بما إنك مهتم دايما توجه رسالات للشباب. قلت جملة إن أنا الفن ما اشتغلتش فيه بسهولة، أنا رجلي حفيت على بال ما قدرت أشتغل بالفن. وذكرت محاولاتك العديدة والرفض اللي قابلك في بداية حياتك، والباب الوحيد اللي اتورب لك أو اتفتح لك كان تشجيع أو يعني اللي اديتك فرصة كانت المنتجة ماري كوين. دي حقيقة فعلا، ومع ان واضح ان حضرتك يعني جايبة السي في. الحقيقة الكلام ده حصل، انا بعد ما زي ما قلت خرجت معاش من القوات المسلحة ابتديت اسعى مرة تانية ارجع تاني للهواية اللي عندي، فابتديت اروح شركات الانتاج اقدم نفسي. ما كانش فيه بقى لا انترنت، ما كانش فيه نزل على الفيسبوك والمسائل الموجودة دلوقتي، فكان لازم الواحد يسعى برجله. أيوة. فانا كنت بركن عربيتي في وسط البلد والف في وسط البلد كلها، من شارع قصر النيل لشارع سليمان لشارع عماد الدين على شركات الانتاج عشان اقول لهم انا راجل غاوي تمثيل وعايز امثل. ولا ناس كتير قابلتني باستهزاء، وناس قابلتني يعني انت ايه ما عنديش الكلام ده. ده ما احبطكش؟ انا نفسي طويل لان انا مؤمن بشخصي، انا مؤمن بنفسي، لان ايماني بنفسي هو امتداد لايماني بالله. انا بعتقد كده، وبعدين انا مؤمن
تمام ان ربنا هو اللي بيوجهني. انا علاقتي بربنا حلوه قوي الحمد لله رب العالمين، ودايما بقول يا رب. فكنت بلف وتعبت، تعبت كتير قوي. قعدت قد ايه؟ نقول كام شهر ولا نقول كام سنه؟ انا قعدت سنه ونص. سنه ونص ألف. واخيرا لحد ما رحت ماري كوين. رحت مكتب ماري كوين فشافتني، قعدت معاها، استقبلتني استقبال جميل جدا الله يرحمها. وبعدين فجأة بصيت لقيت شاب دخل كده، لسه كان هو كان في سني او اكبر مني بحاجة بسيطة يعني، اللي هو نادر جلال. ايوه اتضح بعد كده ان هو ابنها نادر جلال ابن احمد جلال. ف ما تفهميش هم اتكلموا بالفرنساوي مع بعض. وبعدين فانا فهمت من الكلام ان هي بتكلموا عني وهو بيكلمها عني. ففعلا بصيت لقيته جاب الفيلم اللي هو كان فيلم ايه تتذكر؟ وعادت الحياه. كان بطوله الاستاذ نور الشريف والاستاذه المحترمه جدا سهير المرشدي. ايوه وده كان اول عمل لي. ده اول عمل ليا. يعني الفن وموهبتك وحلمك اللي كنت بتحلم بيه من صغرك ما تحققش بالسهل. انت خبطت البيبان كلها، انت قعدت سنه ونص اترفضت، كان ممكن تيأس بالظبط رغم كده. ودي اكيد حكايه انت بتقولها للشباب لما بتقعد. انا بحكي لهم طبعا الكلام ده، وبحكي للشباب كله الكلام ده كله، بقول له ما تسرعش يعني، كل حاجه خطوه، ما فيش حاجه بتيجي كده مره واحده يعني. لابد من احنا نتعب. بس نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان وقتكم كان اسهل من الوقت دلوقتي في اتاحه الفرص في الشغل عموما، في تحقيق الاحلام عموما. ما اعتقدش دلوقتي ولا الشباب جيل مختلف عن الاجيال مختلفه وهل صح ان احنا مختلفة. نتهم الشباب دايما ان هو مش بيسعى، ان هو مش بيشتغل، ان هو ولا هي فعلا ظروف بقت اصعب؟ لا هي انا اولا لما يعني بقابل لما اقعد على القهوه مثلا فبقابل شباب زي الفل كويسين جدا، وبقابل شباب يعني بايعين العمليه خالص. لكن احنا جيلنا ربما يكون علشان احنا حصلتنا صدمه اللي هي 67. فالصدمة دي انت عارفة الصدمات دايما بتخلق الرجال، فهي خلقتنا، بالإضافة ان دخلنا القوات المسلحة بتاع مصنع الرجال، وضع مختلف. عشان كده بقول للشباب مصر دلوقتي بتمر بعصرة، فقفوا جنبها ما تسيبوهاش. مصر هتبقى زي الفل بس بيكونتوا يا شباب. مصر بقت زي الفل وكسبت 73 بالشباب. الله يرحمه عمان رياض لما جه عشان بعد 67 فراحوا حاطين استراتيجيه ان هم ياخدوا الشباب الجامعيين علشان يتعاملوا مع التكنولوجيا الجديده بتاعت الحروب الاسلحه، ونجحت هذه الفكره. وتوفاه الله للاسف بهذه الدانة الشاذة اللي جات له قبل ما يشوف نجاح التجربة بتاعته، النجاح بتاع التجربة. فمهم قوي ان الشباب يصبروا ويثابروا. أيوه. وكل شيء بيجي في معاده. لا تتعجلوا الامور، لا تتعجلوا الامور ايها الشباب، كل شيء له معاد. طب انا هقول لحضرتك حاجة. اتفضل. انا توفى ليا ابني في 93، في اكتر من كده؟ لا. ابني الله يرحمه كان زمانه عنده 36 سنه السنه دي او 35 سنه. طلبت السجاده عشان اصلي اقول الحمد لله رب العالمين، اصلي ركعتين لله، دي نتيجه حادثه عربيه. طيب تاني يوم كنت موجود في المحاضره بدرس محاضرتي. لا دي قوة استثنائية يعني، اسمح لي اقول لحضرتك
إيمان طبعا أكيد يعني، لكن برضو قوة يعني. تاني يوم كنت في المحاضرة دي صعبة شوية. جات منين الكلام ده؟ جه من ال... لا ما حضرتك شخصية، احنا متفقين انك شخصية استثنائية، انك مريت زي ما حضرتك قلت، هو في اصعب من نكسة 67 اكيد اللي مروا بيها، اكيد اللي مسك سلاح وحارب وخاض حرب استنزاف وكان معرض ان هو يستشهد، ان هو حضرتك اصبت فعلا في رجلك، اللي تعرض لكل ده يعني اكيد مش هيكون زي لما يجي بقى شخصية يجي عادية ما مرتش بكل الاحوال دي. لما يجي بقى محمد احمد المنتج الفلاني، اي محمد احمد يعني اي حد يعني، وبعدين يقول لي يا ابني انت ما ده ياثر فيا؟ ما ياثرش فيا، انا اكمل، لان انا تعودت في القوات المسلحه ان احقق الاهداف الاستراتيجيه من خلال الاهداف التكتيكيه، هدف تلو هدف، هدف تلو هدف، هدف تلو هدف. اكيد اكيد الهدف الكبير. اكيد اللي حضرتك مريت بيه ده استثنائي مش عادي، وده اللي خلى قدامنا شخصيه مميزه، خلاك بالقوه دي، خلاك بالامل والإيجابية اللي أنا سمعاها وشايفاها، والإيجابية معدية على فكرة، علشان كده إحنا بنحب دايما نسمع كلام يبشر بالخير ويدي أمل لينا ويدي أمل للشباب، وكلام حضرتك كان نوعية الكلام دي اللي إحنا محتاجين نسمعه دلوقتي. بشكر حضرتك على الحوار الرائع ده دكتور مصطفى الشامي، عايزة أشوفكم أنت والفنانة هبة بدر في عمل قريبا ان شاء الله يجمعكم إن شاء الله. واشوف لك مزيد من الاعمال، لان الشخصيه اللي قدامي دي تستحق انها تقدم اعمال اكتر من كده بكتير قوي، تكون موجوده قدامنا وتتعرض ونستمتع بيها ان شاء الله. وانا بحمد ربنا علنا فيه، وبشكر حضرتك وبشكر البرنامج وبشكر القناه الاولى وبشكر التلفزيون المصري، ابويا وامي واخويا واختي. شكرا لحضرتك. ما اقدرش ابدا اقول لان انا ابن التلفزيون المصري. بشكر حضرتك الف شكر، بشكرك يا هبه، بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، والى اللقاء في نفس ميعادنا قريبا ان شاء الله، وحلقه جديده من بيت العيله. شكرا والى اللقاء.